MTV. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله طاعتكم. أسأل الله سبحانه وتعالى كما أكرمنا بأن بلغنا رمضان أن يكرمنا بأن نتم رمضان وأن نصومه وأن نقومه، وأن ينطبق علينا قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديثين الشهيرين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله أن نكون منهم. حياكم الله، أحييكم هنا من رحاب منبر مسجد الدار فاونديشن في أوكفيل هنا، وعبر قناة MTV نحييكم ونبارك لكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا. أحبتي، اليوم حديثنا سيكون يعني عن شيء أعتقد أن جميعا وأنا أولكم بحاجة له، ألا وهو موضوع التوبة. التوبة، ما هي التوبة؟ شروطها، أركانها، مبطلاتها، كيف تتم، على من تنطبق، كيف أضمن أني قد، إلى آخر هذه المعاني نسير فيها إن شاء الله بإذن الله قضية، وهذه قضية مهمة جدا. لو تعرفوا يعني إحنا عمليا ما الهدف النهائي الذي نريده قبل أن نخرج من هذه الدنيا؟ أن يتوب الله علينا، وأن يغفر الله لنا، وأن يرحمنا، وبإذن الله أن نكون من أهل الجنة. فربما هناك بعض الناس غير منتبهين لخطورة هذا الموضوع، ربما هناك بعض الناس لم يعطوا الوزن والأهمية لهذا الأمر، ربما لم يخطر على بالهم، ربما لا يعرفون كيف، ربما هنا يأتي دور العبد الفقير إن شاء الله. وأرجع وأقول أن سأحدث عن التوبة، وبإذن الله أخاطب نفسي بها أولا، فأنا لست يعني ممن يوجه ويزايد أو يزاود على الناس، وهو نحن لسنا والعياذ بالله ملائكة، وإنما كلنا خطاؤون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. أسأل الله أن يجعلنا من التوابين، لأن يقينا نخطئ في حق الله وفي حق البشر. التوبة من التوب، والتوب هو الرجوع، يعني باللغة العربية يقول تاب فلان، أي رجع. المعنى الذي عندنا رجع ماذا؟ رجع عن طريق الانحراف، رجع عن خطئه، رجع عن اعتدائه، رجع عن تقصيره، رجع إلى أين؟ رجع إلى النقطة الأصل، رجع إلى النقطة الصحيحة، رجع إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا بالمعنى اللغوي. طيب، التوبة عندنا شرعا هو باختصار أن أكون على معصية أو على تقصير، وهذا التقصير قد يكون باعتداء على أمر حرمه الله، أو بالتقصير في أمر أوجبه الله. كان أكون مثلا على سبيل المثال أنا أوجب الله علي الصلاة فأنا لا أصلي، فأنا مطلوب مني أن أتوب، توبتي أن أتوقف عن تقصيري ألا وهو عدم الصلاة فأرجع إلى الصلاة. الله ألزمني بالزكاة ووجب علي، فإن كنت ذا مال وواجب علي الزكاة وأنا لا أزكي فأنا عاص لله، مطلوب مني أن أتوب. الله أوجب علي الحجاب إن كنت فتاة أو امرأة فأنا غير محجبة، فبالتالي توبتي هي أن أرجع عن هذا الفعل. أنا أشرب الخمر، أنا أدخن، أنا أتعاطى المخدرات، أنا أسرق، أنا إلى آخره، فأنا إما لا أقوم بأمر واجب أو أتركه، أو أقوم بأمر هو أصله حرام. هذا خلينا نحكي الآن. يهمني ببداية ما نسميه شروط التوبة. هناك شروط لا بد من تحققها حتى تقبل التوبة عند الله. خلاصة ما قاله العلماء في هذا الأمر يا أحبة، شروط ثلاثة أساسية رئيسية، أركان، لاحظوا، أركان في جسم التوبة. ما في توبة تقبل إلا بها. وهناك شرط رابع قد يطلب أحيانا بحسب نوع المعصية. الشروط الثلاثة التي لا بد منها وذكرها العلماء هي: ترك الفعل، الندم على الفعل، والعزم على عدم الرجوع إلى الفعل. لاحظ، ترك للفعل، يعني مثلا على سبيل المثال، فالأفترض أن أنا معصيتي التي ينبغي أن أتوب عنها فرضا هي عقوقي لوالدي ولأمي خاصة، كأن أكون ممن يرفع صوته في وجه أمه، كأن أكون مثلا والعياذ بالله ممن يهين أمه وأباه فرضا، وأردت أن أتوب. أنا أشعر أني مقصر، ماشي، وأعلم أني مقصر، ماشي، ومتضايق بفطرتي لأني مقصر، ماشي، أحب أن أتوب وأرغب بالتوبة، ولكن لم أتوقف عن الفعل. هذه التوبة لا قيمة لها، ينبغي أن أتوقف خاصة في الأمر اللي تحت يدي. مثلا أنا عم بشرب الخمر والعياذ بالله، عم بتعاطى مخدرات، وزي ما حكينا الأمثلة،
فالشرط الأول ترك الفعل الذي هو إما ترك للتقصير في الواجب أو اعتداء على الأمر المحرم. الشرط الثاني الندم. والندم تعرف هو شعور وجداني نفسي قلبي داخلي. طب كيف يتحصل الندم؟ من أروع طرق تحصيل الندم لينطبق عليك شرط التوبة استجلاب إلى النفس، استحضار حقيقة أن الله إلى هذه اللحظة لم يفضحني في معصيتي ولم يأخذ حياتي أو يقطع علي باب توبتي. كأن أكون مثلا أنا الآن لا أصلي أو لا أزكي أو أعق والدي أو أنا غير محجبة مثال، أو أفعل كذا إلى آخره. مجرد أن حياتي ما زالت معي وما زالت ملكي وما زلت حيا أستطيع أن أخذ قرارا بالتوبة في أي لحظة، هو بحد ذاته نعمة من الله، لا يعني لا يمكن تقديرها بالثمن. طيب إذا كان تقصيري معصية، كأن أكون والعياذ بالله فرضا شابا ممن أو حتى رجلا متزوجا ممن يدخل على المواقع المحرمة، مواقع الإباحية، دخلت عشرات المرات فأكرمني الله وستر علي ولم يفضحني. طيب استحضاري أن الله لم يفضحني، استحضاري أن الله لم يقطع علي، استحضاري أن الله لم يقسم ظهري، استحضاري بمعنى أني أفكر في الموضوع وأستجلب إلى نفسي وأفكر فيه، هذا يساعدني على الشعور بالندم لأني أشعر بالتقازم يعني بمكانة الصغيرة جدا جدا أمام عظيم كرم الله أنه لم يقسم ظهري ولم يفضحني. هذا طريقة من طرق استحضار الندم حتى نحقق الشرط الثاني. إذن ترك للفعل، والشرط الثاني الندم، والشرط الثالث العزم على عدم الرجوع. لاحظ عزم، يعني بدي داخل بدي أخذ قرار أبذل أقصى طاقة عندي وأكون صادق فيها أني لن أرجع. هاي الشروط الثلاثة الأساسية. رح نرجع موضوع العزم. طب واحد بيسأل بيقول طيب في ناس تابوا توبة وهذه تسمى التوبة النصوح حقيقية، هل ممكن أن أرجع إلى الفعل بعد ذلك؟ نعم ممكن. معناته توبتك غير صادقة؟ لا، التوبة صادقة. الآن تمت التوبة الصادقة، عفي عني، غفر لي، أسير فيها، أبذل جهد المحافظة عليها. هل يمكن بعد فترة أضعف؟ نعم. أكسل؟ نعم. يحصل عندي ظرف، تبت وصدقت توبتي، رجعت إلى الله، تحسنت أموري، فلنفرض كنت لا أصلي ابتدأت بالصلاة، كنت أدخن تركت الدخان، كنت فتاة غير محجبة تحجبت فرضا، ممكن يحصل معي ظرف جديد بعد أيام، بعد أسابيع، بعد أشهر، حصلت عندي مشكلة نفسية، طردت من عملي، لم يعد راتبي يأتي إلي، اتهمت زورا وبهتانا بأمر لم أفعله، شتمني الناس وشوهت صورتي في الإعلام بأمر أنا لم أفعله، كذب وزور ولا يصدقني أحد، حبست زورا وبهتانا. حالة النفسية كيف يمكن أن تكون؟ ممكن أن تكون ضعيفة جدا جدا جدا، هشة، محطمة عند لحظة كسل. ممكن يأتيني الشيطان أو يأتيني شياطين الإنس. ربنا قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يجيني واحد من أصحابي اللي كنت أسكر معهم، تجيني صديقتي اللي كنت أطلع معها وأصاحبها أيام ما كنت أفعل الحرام، بلحظة ضعف وأنا متضايق ممكن هي تضعفني أو هو يضعفني، أو يجي يقول لي خد لك يا زلمة اشرب لك السيجارة حطت لي فيها حشيش ارجع لإنس الهم، فأنا في حالة ضعف ممكن أرجع. نعم ممكن، ممكن جدا. هل أنا إذن كاذب مع الله في توبتي؟ لا، لست كاذبا، لا لا، أنا صادق في توبتي وتوبتي قبلت. الآن دخلت في مشكلة جديدة تحتاج توبة جديدة. ركزوا معي يا أخوة حتى ما يضحك علينا أبليس، لأنه الشيطان من أهدافه أن يجعلك تيأس ويجعلني أيأس، إنه أنت حساب، أنت شو إيش يا شيخ هذاك اليوم الله بيقبلها من، لا لا لا، يقبل بإذن الله سبحانه وتعالى ما دمت توبتك في تلك اللحظة صادقة وأديت الشروط الثلاثة ترك للفعل، ندم، عزم على عدم الرجوع. إن تمت الشروط الثلاثة في وقتها قبلت وغفر، انتهى الملف. بعد فترة ممكن أقع؟ نعم، تحتاج توبة جديدة وملف جديد بإذن الله يطوى مرة أخرى. طب ماذا لو تكرر؟ سيبقى الله يغفر لك إن صدقت في توبتك، خاصة أنك قد عزمت على عدم الرجوع ثم وقع لك ظرف فوق طاقتك. انتبهوا علي، هذا الإنسان صادق يضعف يكسل يحصل عنده ظرف، بيختلف عن اللي أصلا مش صادق في التوبة، هو أصلا توبته لم تقبل. يعني اللي بيكون مثلا عم بترك شيء أنا وأنا نفسي فيه لسه مش هاين علي، يعني زي أعطيكم هي اللي بدي أقولكم إياه الآن نكتة
لكن النكتة بتعطيكوا عن النفسية اللي بتتحدث عن اللي بقوله. يقال أن حاجا من إحدى الدول العربية ذهب إلى مكة، وتعرفوا من أركان الحج الأساسية الرجم، بده يرجم إبليس. فقالوا له بدك ترجم العدد الفلاني مثلا 7 حصيات، فراح إجا رجم مثلا 3 4، خلى 1 أو 2، المهم ما رجمها. ولاده بيقولوا له يا عمي يا أبوي يا حجي ليش ما عم ترمي؟ قال والله ما بتعرف، يعني بدنا نخلي خط مفتوحة بيننا وبينه. شوف هي نكتة بيجيبوها من باب التنكيت، انه طبعا وقد تكون نكتة محرمة يعني، لكن انت شو قصدي؟ وقد تكون يعني انا ذكرتها من باب انه كيف يعبرون عن الشخص. طبعا اللي جاب النكتة هو يقصد الاستهزاء، بس انا عم بقول اللي جاب هذه النكتة هو عم بيتحدث عن الفئة اللي بباله لساتهم نفسهم الحرام وحابينه ويريدونه ومش هاين عليهم ينقطعوا عنه، هذا لم تحصل له توبة اصلا. ها هيك عرفنا الشرط. طب شو الشرط الرابع؟ الشرط الرابع يا أحبة هو إن كان هناك حقوق للأشخاص ينبغي إرجاعها. هنا الشروط الثلاثة الأولى حق لله، مثلا لو أنا كنت أشرب الخمر، حقوق الله الثلاثة ذكرناها. طب لو كنت والعياذ بالله مدمن على المواقع الإباحية وأردت أن أتوب، شروط الثلاثة ندم ترك عزم عدم الرجوع، انتهى الملف بينك وبين الله. طب إذا في حق الرابع، حق يعني مثلا أنا كان إحدى الأمور التي يجب أن أتوب عنها إني أنا كنت أشهد زور مع أقربائي مع إخواني مع أولاد عمي مع أصدقائي ضد الغرباء لأحميهم مثلا من المحكمة من التزوير من السرقة، المهم حتى لا يحبسوا. فموجود في السجن شخص أو أشخاص سجنوا بسببي لأني شهدت شهادة زور، هذا كل اللي حكيته ما له قيمة الآن إلا بالشرط الرابع. يعني الشروط الثلاثة لا قيمة لها، ندم عزم على كله، إذا الشرط الرابع ما تحقق أن التوبة غير مقبولة، بدي أطلع وأعترف وأطلع من السجن. مثلا أنا سرقت مالا أخذته والمال موجود معي الآن، أو جزء منه معي، أردت أن أتوب أرجع المال. مثلا أنا اعتديت على حق أختي وأخذت جزءا من مالها في الميراث، استخدمت المنظومة العشائرية اللي أنا بعيش فيها أو القبلية أو بالبلد اللي أنا فيه اللي بتساعدني على أني أعتدي وما أحد أنكر علي والقانون لم يمنعني، أو القانون الاجتماعي أسكتها وخوفها والمسكينة بين قوسين قطعت لسانها وسكتت. أنا الآن أردت أن أتوب، فندمت وبكيت وذهبت للعمرة وذهبت للحج ودعوت الله ورمضان، كله لا قيمة له. أرجع قطعة الأرض التي أخذتها، أرجع المال الذي أخذته. طيب أنا مشكلتي كانت أني كنت أغار من أحدهم، وإذا كنت فتاة كنت أغار من إحداهن، فبسبب الغيرة افتريت عليه أو افتريت عليها أمرا لم يفعله هي لم تفعله، شوهت سمعته فلم يقبله أحد ليخطب ابنته ولم يتزوج إلى الآن، شوهت سمعتها ولم يقدم عليها أحد ليخطبها لأني أنا شوهت سمعتها لأني كنت غيران منها لأنها أشطر مني في الجامعة في المدرسة أو غيران أو إلى آخره. طيب أردت أن أتوب، بدي أروح أبري ساحته، بدي أعترف أمام الناس إنه أنا كذبت لما قلت فلان فعل وفعله ما لم يفعل، أنا كذبت حينما قلت أن فلان كذا وكذا والعياذ بالله وضربت في سمعتها وفي عرضها وفي شرفها والمسكينة هي منها براء، بدي أعترف وإلا لا يقبل التوبة. خلينا نكون واضحين يا أخوة يا أخوات، ديننا مش دين دروشة مش دين هبل، خلينا نكون صريحين. الله رحيم، طبعا الله رحيم غصبا عنا جميع الله رحيم، لكن ربنا عادل والعدل فوق الرحمة، دير بالك العدل فوق الرحمة. ربنا عادي، أنا الآن ظالم، أنا ظلمت، ممكن ربنا يرحمني يقبل توبتي طبعا، بس بدي أدي الشروط، مش إنه أنا ظلمت فلان شوهت سمعت فلان، طب الآن فلان بالسجن، الآن بالسجن بسببي وأنا عم ببكي، الله يسلّه، طبعا الله رحيم، لكن قيمة العدل فوق الرحمة، الله عادل لن يقبل مني توبتي إلا إني أبذل جهد ما لم يسقط في يدي. كيف يعني يسقط في يدي؟ يعني مثلا كان عندي عامل أجير مثلا اشتغل عندي أيام كنت أنا بعيدا عن الله وكنت ظالما معتديا لا أسأل، عمل عندي بالأجرة وحينما أتى لأخذ أجرته قلت له أنا لا أجرة لك عندي يا سيدي، أنا عملت كذا، اذهب روح، إحنا عندنا باللهجة الأردنية بنقول أعلى ما في خيلك اركبه، أو طق راسك في الحيط، أنا ابن البلد وأنا صاحب الشأن وأنا أستطيع أن أحبسك الآن، لا أجرة لك عندي. فخرج باكيا ودمعته في قلبه يبكي دما، ذهب اختفى، لا أعرف اسمه، عامل أنا استأجرته من الطريق استجل عندي أسبوع ما أعطيت أجرته،
فبغض النظر عن المبلغ سواء 100 دينار ولا 1000 دينار، مبلغ له بذمتي، ذهب يبكي يدعو علي. طب أردت أن أتوب أنا بعد سنة بعد سنتين، العامل اختفى، أنا أصلا لا أعرف اسمه ولا أعرف أين هو. طب إيش عمل الآن؟ بدي أرجع حقه، لا أعرفه. آه عندي بدائل الآن، إني أنا هذا المبلغ مثلا كان له عندي فرضا 100 دينار، من توبتي بعد الشروط الثلاثة، يا رب أنا لا أعرفه، أنت تعلم أني لا أعرفه، إذا الله الآن بيسامحني. طب شو أعمل؟ هذا المبلغ 100 دينار ما دمت لم أستطع أتصدق نيابة عنه، والصدقة له، هذا ماله هو، وهو بإذن الله يأخذ الأجر، وقد تكون سبب نجاتي على سبيل المثال. طيب عندي طريقة ممكن أوصل له، لكن صعبة شوي. مستحيلة ولا صعبة؟ صعبة، بدك توصل. يعني أنا أعرف اسمه ومكانه لكنه بعيد عني، وفي شوية حرج، وممكن الناس، وحتى أوصل له أنا مش فاضي. بدك تفضي حالك وتوصل وتوجه الحق، في نوع من الصعوبة. لكن هل هناك استحالة؟ إذا في استحالة الله بيسامحك. استحالة كأن يكون الشخص اختفى، أو اللي ظلمته مثلا على سبيل المثال، أنا ظلمته شخصا فشهدت ضده بالزور ومات في السجن، طب أنا أطلب مسامحته وين؟ لا ميت، هو ميت. ماذا أفعل الآن؟ الشروط الثلاثة، يا رب أنت أعلم. طب ماذا أفعل؟ أستغفر له، أتصدق عنه، أحسن من سمعته، أذكره بالخير، وأبقى عدوان الدعاء والاستغفار له، لعل الله سبحانه وتعالى يقبل مني. بهذه يا أحبة نكون غطينا الشروط التوبة الأربعة. الآن نرجع للبشارات. قل يا عبادي الذين، هلا بعد ما حطينا الشروط، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إياك أن تيأس، إياك أن تقنط من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فيش ذنب إن تبت عنه، يعني كنت والعياذ بالله، يعني أعظم أعظم من الشرك. شو فيه؟ ربنا بيقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، بمعنى إن مات إنسان على الشرك، أعظم ذنب عند الله أن يشرك به، أن يتخذ إلها دون الله، أن يشرك معه، أن يكون ملحدا كافرا مشركا. إذا قبل ما تخرج روحه الإنسان تاب وأسلم يمحى كل شيء، شو بدك أعظم من ذلك؟ فما دونه يقينا قصر، شتم، ضرب، قتل، زنى، شرب الخمر، المخدرات، أثم، شهادة زور، إذا تاب توبة حقيقية الله يتقبل منه. النص واضح وصريح، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن خلينا انتبه لاخذ، وأسلموا له من قبل، وأنيبوا إلى ربكم وأسلم. كملت الآيات، القضية مش قضية بس، لا، أنيبوا، أنيبوا الإنابة الرجوع، وأسلموا له، بدك تسلم نفسك لأمر الله لشرع الله. جزء من عم بحكي لك يا هو تسليم، بمعنى إذا بدك تتوب لله ربنا عنده شروط، بدك ترجع، بدك تصحح اللي عملته، بدك تسوي، بدك ترجع، بدك تسلم أمرك لله بشروط الله، اللي جزء منها حكيت لك إياها على سبيل المثال. أسلم له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، لأنه إذا جاءت لحظة انقطع الأمر وأنا لم أقم بالتوبة وقتها لا. هنا طبعا يتساءل بعض الناس سؤال، خلينا يعني هيك نوضحه بطريقة خفيفة لطيفة، وقد نعقد له حلقة أخرى بس حتى تكون الصورة واضحة. طيب يا شيخ، أليس الله رحيما؟ نعم. أليست المحبة؟ نعم نعم طبعا صحيح، لكن قلنا قيمة العدل أعلى من قيمة الرحمة، خاصة إذا في حقوق للآخرين. طبعا هنا يأتي أنه في بعض الناس ربما يعني قد يأخذ رسالة خاطئة من الآية القرآنية إذا قطعت من سياقها، هي قول الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. هذا نص رهيب جدا، رائع جدا في القرآن، لكن المشكلة أنه بعض الناس ما بينتبهوا لسياقه، سياقه اللي هي كمالة الآيات، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها. لاحظ، وسعت كل شيء بمعنى هي مصممة أن تكون قابلة لأن تنطبق على كل أحد، لكن كمل فسأكتبها، لكن لن تعطى لكل أحد. لمن؟ فسأكتبها للذين إيش؟ يتقون. لاحظ، للذين يتقون. وإيش كمل بعدين؟ ويؤتون الزكاة. ربنا يعني متقي يؤتي الزكاة ومؤمن، مش راح تنكتب لكل واحد، يعني واحد والعياذ بالله متكبر على الله، عنده العقل والذكاء والفهم وعنده الاحتمالية انه الله موجود ومنكر بالله، ملحد متكبر على الله. طب مش ملحد، مسلم اسما لكن ظالم، يقتل، يظلم، يحبس، يسجن، بسب، بيشتم، بيعذب، بيسوي، ومدرك وعامل وبدوش يتوب. هذا رحمة تسعى؟ لا لا تسعى على خير. فاكتبها الذين يتقون، والذين طبعا يتقون ويؤتون
الزكاة. طبعا ربنا بيكمل في الآية اللي بعديها الذين يتبعون النبي الأمي إلى آخره. في واضحة الآيات لما تدخل بآيتها بعديها إنه هذه الرحمة مش هيك مطلقة لكل واحد، مش كل الناس تستاهلها، لأنه ربنا أعطانا الخيار بأن نقبل وأن نرفض. فإذا أنا كنت عارف عالم وقادر على ومستوعب، إنسى إذا أنا جاهل أكيد إلي حكم آخر، أنا ما وصلتني الحاكم. لكن تخيل صورتي وأختم بها عشان ما حدا يفهم الموضوع التوبة إنه الإسلام دين دروش وخلص ما شاء الله الحمد لله يلا كلنا حلوين ويلا وإحنا دين وإحنا محبة وسلام. لا 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 لا, لا أخي، إذا كنت ظالما معتديا ومستوعبا للوضع وتعرف أن الله يبغض ويكره وفتح لك باب التوبة وتكبرت على، ركز معي، رفضت التوبة، الرحمة لن تصلك، لن تصلك. لا يا دكتور ما هسه، لا 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 أخي، هذا ربنا قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، مش أنا الحددت، ربنا اللي حدد، الذين يتبعون النبي الأمي ويسلمون به. واضح النص، مش على خاطري عفوا ولا على خاطر أي حدا فيكم، النص القرآني، هذه الرحمة تأتي لمن تاب، لمن أسلم، لمن سلم، استثني الجاهل واللي ما بيعرف، لكن الفاهم والعارف هو رفض. مثال صغير عليه جدا، تخيل نفسي أنا الآن، أنا أبث لكم من كندا، تخيل أنا جيت أطلب مثلا عسى كمثال أطلب الإقامة في كندا أو الجواز الكندي، فقالوا لي أهلا وسهلا فيك لكن بشرط لازم تحقق شروط، من ضمن شروط ما ينبغي ألا تكون عضوا في أي جمعية تتعلق بضد حقوق الإنسان أو بالاتجار بالسلاح أو بالتجارة بالأعضاء أو المخدرات، شرط. فاكتشفوا أني أنا عضو مثلا في جمعية تتاجر بالسلاح وعضو في جمعية تتاجر بالأعضاء وعضو في جمعية تتاجر بالمخدرات، قالوا لي هذه ينبغي أن تنسحب منها وتعلن براءتك. قلت لا، لا بنسحب ولا بعلن براءتي يا عمي، إذن ما في لك إقامة ولا جنسية. هل معناته الكنديين غلاظ وكتير نوتي ومش كويسين، ولا أنا الذي لا أستحق هذا التكريم؟ أنا الذي أستحق. عم بيقولوا لي أنت في عضو في جمعية تتاجر بالمخدرات، هذا ضد القانون عندنا، انسحب وتبرأ. قلت لا أريد أن أنسحب ولا أتبرأ، إذن أنا الذي جنيت على نفسي. فالرجاء خلينا نفهم ديننا صح، ربنا سبحانه وتعالى فتح باب الرحمة وفتح باب الخلق، عفوا فتح باب الرجوع إليه بالآية الذي قلناها، اللهم صل على سيدنا محمد، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يغفروا الذنوب جميعا، لكن أنيبوا، أسلموا، سلموا، آمنوا، يسلمون، يؤتون الزكاة. مش كل واحد قاعد هناك رافض ربنا حاط رجله على رجل بس لأنه ربنا رحيم خلص ربنا برحمه، لا، هذا ضد العدل، وديننا دين العدل قبل أن يكون دين الرحمة. أسأل الله سبحانه وتعالى يرحمنا وأن يعاملنا بفضله لا بعدله، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.